السلام عليكم، تحية طيبة جميع طلابنا الأعزاء. اليوم إن شاء الله راح نبدأ وياكم المحاضرة الثانية Lecture 2 Anatomy of the Face للمرحلة الثانية كلية طب الأسنان جامعة العين. تكلمنا بالمحاضرة الأولى عن Anatomy of the Skull، وعرفنا شنو معنى السكال وشنو طبقات اللايرز اوف ذا سكال وشنو البلد سبلاي من حيث الارتري، من حيث الفين، من حيث النيرف سبلاي، ومن حيث الليمفاتيك درينج اوف ذا سكال. اليوم راح نتعرف عن الفيس ومكوناته وشنو التفاصيل من حيث المصل ومن حيث البلد سبلاي. الفيس محاضرته شوية طويلة، فحاولت أن أقسمها لكم إلى 2 بارت. فاليوم راح نتكلم عن الجزء الأول، وإن شاء الله الأسبوع الجاي راح نتكلم عن الجزء الثاني حتى نخلص من فقرة المحاضرة الفيس. فالأوبجكتيف at the end of this lecture you should be able to، يعني إحنا نهاية المحاضرة راح نفهم number one identify the extent of the face، راح نشوف المكان اللي هو position of the face، والامتداد ماله راح يكون امتداده إلى أين، هاي رقم واحد. اثنين enlist the layers of the face and recognize their importance، أيضا راح نتكلم على طبقات مثل ما تكلمنا على طبقات السكال، راح نتكلم على طبقات الفيس وشنو أهميتها. Number three, recognize the groups of the muscle of the facial expression, its origin, insertion and function. أيضا راح نجي وندقق أو نميز أو نسوي يعني ندخل نميز شلون مثل مجاميع الهاي العضلات اللي هي تنطينا تعابير الوجه، فراح نتكلم عليها شوية حتى لو مختصر. من حيث الأوريجين، من حيث المنشأ، ومن حيث الانسيرشن راح تبدي منين وتنتهي إلى أين وشن هي الوظيفة مالتها. ونمبر فور، تيست ذا مسل أو فيشال إكسبريشن كلينيكالي، راح نشوفها من تعابير هاي راح نطبقها يعني شني بين قوسين عمليا، يعني شلون نسوي مثل الاختبار للمريض وراح نعرف على ضوءه من تعابير الوجه منو العضلة المسؤولة عن التعبير مثلا الفلاني. فراح نتكلم بهذه التفاصيل إن شاء الله نهاية المحاضرة، راح تكون أنتم فاهمين هذا الكلام اللي إحنا حاليا اتطرقت إليه. Extend from lower border of mandible to the hairline. A. Forehead is common for face and scalp and laterally to ear auricle. هاي شنو معناها؟ تعالوا نشوف هاي الصورة. احنا المرة الفاتت تكلمنا على السكالب وعرفنا السكالب مين يبتدي من اللي هي السوبرا اوربيتال مارجن وينتهي posteriorly بالاكسترنال بروتوبرنس and a height of nickel line. فهذه كانت السكال. اليوم الفيس راح يبتدي عندي من منطقة الهير لاين اللي هي شايفين الحد هذا مالت الشعر، وينتهي بمنطقة الجن اللي هي الحنج. فهذه المنطقة راح نسميها الفيس، المنطقة هذه من الأمام إلى الخلف نسميها السكال. تعالوا نتعرف على layers of the face. Layers of the face number one عندي السكن، number two superficial fascia، number three deep fascia. تعالوا نتكلم على number one اللي هو السكن اللي هي طبقة الجلد اللي هي تعتبر الطبقة الأولى من طبقات اللي تكون شنو؟ اللي تكون للفيس. فنقول the face has elastic and vascular skin. The skin of the face has large number of sweet and sebaceous gland. The sebaceous glands keep the face greasy by their secretion and the sweet glands help moderate the blood the body temperature. Applied anatomy, face is also the common site
for acne as a result of presence of large number of sebaceous glands in this region. شنو معناه؟ يقول لك الوجه اللي هو يكون الجلد اللي مغطي طبقة الوجه يكون هذا الجلد مرن ويحتوي على كمية كبيرة من الباسكولار، أي يعني شنو؟ كمية كبيرة من الأوعية الدموية، وهذا الجلد يحتوي على كمية كبيرة من الغدد الدهنية والعرقية اللي هي السويت and sebaceous gland. لهذا السبب هذا السبيشيوس جلاند، هاي الخلايا الدهنية تخلي للوجه دهني عن طريق افرازاتها السكريشن افرازها وعرقها، فتساعد هاي الغدد في تعديل من درجة حرارة الجسم. زين، ما يخص الابلايد اناتومي معناه شنو التشريح او التطبيقي؟ هذا الوجه هو يعتبر الموقع الشائع لحب الشباب اللي هي الأكني، وهذا أصلا نتيجة شنو؟ بسبب وجود الكمية الكبيرة من الخلايا الدهنية في هذه المنطقة. لهذا السبب إحنا منطقة الفيس تكون أكثر عرضة لحب الشباب بسبب السبيشيوس جلاند. إذن هذه عرفنا شنو الطبقة الأولى واللي هي معناها السكن. تعالوا هسه راح نتكلم عن الطبقة الثانية واللي هي السوبرفيشال فيشا. السوبرفيشال فيشا it includes muscle of the facial expression, vessels and nerves and varying amount of fat. The fat is absent in the eyelid but is well ground in cheeks creating buccal pad of fat which gives rounded contour to cheek. إذن السوبرفيشال فيشيا إيش تشمل لي؟ تشمل لي عضلات، يعني السوبرفيشال فيشيا تحتوي لي على العضلات اللي هي يسمونها عضلات تعابير الوجه والأوعية والأعصاب، وتحتوي لي على كميات أيضا متفاوتة من الدهون. إذن السوبرفيشال فيشيا هي خليط من المسل فيشيال اكسبريشن رقم واحد، تحتوي لي على الفيزلز واللي هي الارتري والفين، تحتوي لي على النيرفز، تحتوي لي على اليمن على الدهون. دائما الدهون غالبا في الدهون تكون غائبه منين؟ ابسنت معناها غائب او غير موجود بالجفون، ما القى اكو دهون بالجفون، ولكن الدهون تنمو جيدا وين؟ في منطقة الخدود، مما يؤدي إلى شلون نقول عليها تكوين مثل الوسادة وين على من الدهون وين على الخد. لهذا شوف الخدود على شكل مستدير أو مدور بسبب كمية الفات اللي هي متركزة فيه. إذا أنا عرفت من مكونات الفيس رقم واحد السكن، وعرفنا شنو وظيفته، وعرفنا السوبرفيشال فيشيا وشنو وظيفتها، راح نجي الى الطبقه الثالثه وهي الديب فيشيا. The deep fascia is absent in the region of the face with the exception of over the parotid gland and masseter muscle that are covered by parotid baritodomasticular fascia. The absence of deep fascia in the face is important for the facial expression. The majority of them originate from bones of the skull and are added into skin. تعالوا نتكلم من نقول الديب فاشيا. الديب فاشيا تكون اصلا هي غائبه او غير موجوده في منطقه الوجه، لان انا من ما احتاج الديب فاشيا، لان الديب فاشيا وجودها بالفيس راح تضيع لي من الفيشال اكسبريشن من تعابير الوجه اللي هي مصل فيشال اكسبريشن. اذا انا وين القاها؟ القاها بالباروتيد بالغده النكفيه، وايضا القاها وين؟ القاها بالعضله اللي يسمونها الماستر مصل، العضله الماضغه. فعدم وجود هذا الديفيشن بالوجه مهم، ليش؟ حتى احصل على شنو؟ على تعابير الوجه اللي هي الفيشل اكسبريشن، لان انا بوجود الديب فيشيا ما راح اقدر ان اعمل او ان اسوي الفيشل اكسبريشن.
فهذه لازم تكون عندكم جدا واضحه، وتعرفون بان هل الدي فيشيا موجوده بالفيس؟ لا، من اسئلتك لا، وين موجوده؟ اكسبت هذا الاكسبشن بس بالباروتيد جلاند ان ماستر مسل. والميجوريتي اغلبيه تمين هذا الاوريجينيت من البونز، من العظام، من البونز اوف ذا سكال، عظام الجمجمه، وايضا هذا الاضافه لها المن للجلد. اذا انا من اجي اقول المكونات، مكونات الفيس، عفوا الفيس اللايرز طبقاته، رقم واحد السكن، رقم اثنين سوبرفيشال فيشيا، ورقم ثلاثه الديب فيشيا. تعالوا نتكلم حاليا عن المسلز اوف ذا فيشال اكسبريشن. انا شنو هي المسل اللي تسوي لي هاي التعابير؟ embedded in the superficial fascia. وين تكون مغروزة أو وثابتة؟ وين؟ مثل ما قلنا هاي المسل وين موجودة؟ بالsuperficial fascia of the face. originate from مين تنشأ؟ تنشأ من البونز of the skull and are added into skin، تجين من العظام مالت الجمجمة. will bring about various types of facial expression. thus the name muscle of the facial expression, the activity many many are indicated by their name. وهذه اللي احنا نحصل على مختلف الانواع من الفيشل اكسبريشن، وهذا يعتمد على اسم ونوع العضله اللي هي راح تكون لي هذه التعابير. تعالوا نشوف هذه الصوره، الصوره هذه، شوفوا هذه الصوره وتعابير الوجه. كل صورة بكل حركة مصل تعطيني تعبير، فهذه الفرونتاليس هاي المنطقة، شوفوا شلون انطتني تعبير للوجه. الكورجيتر سوبر سيلاي، شوفوا شلون انطتني تعبير باوع، شوفوا هنا العيون شلون انطتني. تعالوا شوفوا الاوربيكولاريس اورس شلون انطتني تعبير للوجه، وتعالوا شوفوا الزايجوماتيك ميجر، شوفوا شلون انطتني تعابير هنا للمكان الخدود يعني. فاذا انا من خلال المصل حصلت على فيشل اكسبريشن مختلف من واحد الى الاخر، وراح هسه نتكلم عليهم كل واحد وشلون ينطيني تفاصيلها. زين شنو هي المصل اللي موجوده بصوره عامه بالفيس؟ these muscle are classified، ممكن ان تصنف الى رقم واحد هيد جروب اللي موجوده بالراس، الهيد فوق يعني اعلى المكان، اعلى من اعلى الحاجب او اعلى منطقه العين فما فوق، هاي نسميها الهيد جروب. من منطقه العين نسميها الاوربيتال جروب، منطقه الانف نسميها النيزل جروب، منطقه الفم نسميها الاورال جروب، ومنطقه الرقبه راح نسميها النيك جروب. اذا انا عندي خمس مجاميع من الجروبات اللي تخص المصل. تعالوا هنا نشوف هذه الصوره اول مره، شوفوا التعابس، شوفوا الصوره. بس مجرد شوية نباوع بالصورة، وبعدين احنا راح ندخل بالديتيل. هي هاي كلها صورة احنا راح نتكلم عنها، بس بصورة عامة هاي المصل الكبيرة نسميها الفرونتاليس، واللي هي تابعة لمن؟ المنطقة الهيد جروب، الفرونتال مصل. هذا المصل اللي صايرة على الجانب اللي هي التيمبراليس. نجي منطقة الاوربت، عندي هذه المنطقة شنو نسميها؟ نسميها orbicularis oculi. المنطقة اللي تصير بالأطراف العين بس على جهة الميدلاين، على جهة الوسط، اللي على جهة الوسط نسميها corrugator superciliae. هذه أما منطقة هذه اللي مساق حكينا بها الزايجوماتيك، اللي الصورة اللي تعطيني الفيشل اكسبريشن، هاي منطقة الزايجوماتيك. وهذه التفاصيل بالاسماء اللي راح نشوفها، المصل اللي خاصه بالنوز، والمصل اللي خاصه بالاورال، يا اما ابر يا اما لور، راح نتكلم عليها هسه واحنا نازلين بالمحاضره، من نوصل للاخير راح نتكلم عليها. تعالوا خلينا نتكلم عليها من على الهيد جروب. الهيد جروب عندي الفرونتاليس مصل. ذا فرونتاليس مصل اوريجينيت ات انتيرير اوف غالي أبونيوروتيكا which is near the top of the forehead then extend down to the forehead to the forehead and attach and at the eyebrow and upper nose. It elevates
The eyebrow and created transverse wrinkles on the brow as an expression of the surprise, dread, or fright. Frontal muscles, العضلة اللي هي الأمامية والتي تقع بالجزء الأمامي بالقرب من القمة من جهة الجبين وتمتد إلى أسفل الجبهة وتنتهي عند الحاجبين أو أعلى الأنف. هذه المصل شنو فائدتها؟ هاي ترفع للحاجبين elevate معناها ترفع الايبراو الحاجبين وقد تخلق لي يعني created تخلق ترانسفيرس تجاعيد بس شنو بصورة أفقية أو عرضية على الحاجب كتغيير تسوي لي فقرة اللي هي ترانسفيرس رينكل اللي هي التجاعيد اللي هي تعطيني شلون هنت أو تعطيني مثل الباص على فيشل اكسبريشن مثلا اكسبريشن اوف شنو سوربرايز اللي هي مثلا مثل اتفاجئ واحد مثلا من المفاجأة صار عنده فد تشوف بوجهه فيشل اكسبريشن بسبب تفاجأ بموضوع معين أو بموقف معين بسبب مفاجأة أو فزع دريد أو فرايت أو خوف من شيء معين فصارت ردة فعله اللي هي هاي الفيشال اكسبريشن بتأثير منه الفرونتاليس مصل. إذا عرفنا من ضمن الهيد جروب هي العضلة الكبيرة والوحيدة اللي هي الفرونتاليس مصل وعرفنا شنو تسوي لي من شكل التجاعيد according لأي تغيير أو تعبير بسبب تعرض إلى مفاجأة معينة أو فزع أو خوف من شيء معين فصارت هاي التعابير تغيرت بالوجه مالته. إذن هذه خلصنا الهيد جروب. تعالوا نتكلم على الأوربيتال جروب. الأوربيتال جروب راح يتكون من كم نوع من مصل اللي هي الأوربيكولاريس أوكلي وهذه العضلة الرئيسية والعضلة الثانية كورجيتر سوبر سيلياي هاي اثنين وهذه الصورة اللي راح أشرح بيها. فخلونا نتكلم عن من عن الأوربيكولاريس أوكلي. It includes three parts حتى أتكلم عن هاي العضلة اللي بتحيط العين تتكون من الأوربيتال بارت وتتكون من البالبيبرال بارت ومن اللاكرمال بارت. من نقول أوربيتال بارت لازم أخلي بحساباتي شنو فائدة هذه الأوربيتال بارت. It shuts the eye closely to guard the eye from extreme light and dust particles. يعني هذا الجزء اللي هو الجزء اللي من الجفن نقول عليه راح شي يسوي لي شنو فائدة هذا الجزء المدار يغلق الجفون يغلق العين يعني قصدي شط the eye closed راح يسد العين بتأثير شنو يسدها حتى يحميها من الضوء الشديد الاكستريم يعني شديد أو قوي من الاكستريم لايت من الضوء القوي أو الشديد وأيضا من الدست بارتكل من ذرات أو حبيبات الغبار. إذن الأوربيتال بارت يخليني شنو يغلق للعين زين. البالبوبرال بارت راح مو على العين مسؤول على الجفون راح يغلق الجفون بس سوفتلي بنعومة شوكت يعني ستها مو بصورة مفاجئة أو حركة قوية بنعومة أثناء شنو أثناء النوم أو الوميض شايف من يصير فد وميض معين على العين راح تنسد سوفتلي أو أثناء وقت السليبينج وقت النوم. أما الجزء الثالث من مكونات الأوربيكولاريس أوكولي اللاكرمال بارت. It dilates the lacrimal sac by using attraction on lacrimal fascia
thereby helping in the drainage of the lacrimal fluid. الجزء الثالث واللي هو الجزء الدمعي يقول dilate معناها يوسع، يوسع الكيس الدمعي عن طريق شنو؟ التراكتينج، شلون طريق الجر يجر المن الى اللاكرمال فاشيا، واللي هي راح تساعدني في شنو؟ تساعده في تصريف هذا السائل درينج، معناها تصريف اللاكرمال فلويد. اما الابلايد اناتومي the paralysis of orbicularis oculi ends in a dropping of the lower eyelid ectropion causing spilling of tear on the cheek epiphora. يعني الشلل اللي راح يصير بهاي العضلة الرئيسية اللي تحيط العين راح يسوي لي شنو؟ هذا راح يدل دروبينج تدلي باللور ايليد اللي هو شنو؟ الجفن السفلي، وهذا ايش راح يسبب لي؟ راح ينسكب عندي شنو؟ هذا الدمع عن طريق الخدود، وهذا شنو نسميه؟ ابي فورا. اذا عرفنا رقم واحد من الاوربيتال جروب وهي الاوربيكولاريس اوكيلي. تعالوا هسه راح نتكلم عن الجزء الثاني ومن الاوربيتال جروب اللي هو كوريجيتر سوبرسيلياي. The corrugator supercilii muscle is a small pyramidal shaped muscle that is located above each eye in the area of the eyebrow. It originates from the inner part of superciliary arch muscle then attached to deep skin tissue located in the middle of the arch of each orbital bone. It brings the eyebrow medially and downward creating vertical wrinkles on the brow as in a frowning and an expression of irritation. العضلة هذه الثانية واللي هي تكون يسمونها السوبرسيلياي اللي هي العضلة المموجة تكون عبارة عن عضلة صغيرة اللي هي السمول باراميدا الهرمية تقع فوق كل عين في منطقة الحاجب. تنشأ هذه منين؟ من الجزء الداخلي الانر بارت اوف سوبرسيلياي ارتش. وشنو شنو وظيفتها؟ تجلب لي الحاجب تجيبه الى الوسط، الى الوسط وبعد والى الاسفل. مكون ايش راح تكون لي؟ تكون لي تجاعيد بس شنو؟ عموديه على الحاجب. شو وقت هاي الحكي من بالواحد من يريد نقول يعبس ضايج معبس راح يشوفون تجاعيد عمودية، هذه بتأثير الكوريوجيتر شني سوبرسيلياي، على عكس التجاعيد اللي هي الترانسفيرس اللي كانت تكونها الفرونتاليس مصل. وهذا التعبير الواحد شلون يقول عليه معبس ضايج تعبيره عن طريق يا مصل اللي هي التجاعيد العمودية اللي هي كوريوجيتر سوبرسيلياي. إذن بهيج حالة أنا عرفت الهيد جروب مصل اللي هي فرونتاليس مصل والمصل of the nose اللي هي الأهم. هذا هو شوفها هذا هاي الأوربت هاي العين وهاي المصل اللي داير ما داير العين نسميها أوربيكولاريس أوكيلي. أما المصل اللي تصير فوق على الجانب الوسطي الميدلاين من الجهتين هذه نسميها كورجيتر سوبرسيلياي هذا، وهاي هي المسؤولة. هاي شلون واحد من يريد يعبس يضوج يكون هاي التجاعيد اللي يصير الأمامية العمودية عن طريق هذا المصل. إذن هذه شنو مكونات الأوربت اللي هي المصل of the eyelid. إذن خلصنا رقم اثنين. تعالوا هسه يا طلاب راح نشوف هذه الصورة. تكلمنا قبل شوية قلنا المصل of eyelid واللي هي هذه
الاوربيكولاريس اوكلي، والمصل الثانية اللي هي التابعة للأوربت للعين اللي هي كورجيتر سوبرسيلياري. أما إذا تكلمنا عن المصل أوف ذا نوز، الشغلات اللي متعلقة بالنوز، فهي أول وحدة من العضلات اللي موجودة اللي هي البروسوس، العضلة الأولى هذه اللي هي البروسوس. العضلة الثانية اللي يشوفونها على الجانب هذه اللي هي راح تكون الدايليتر نارس. العضلة الثالثة اللي هي راح تكون تمتد ترانسفيرس، اللي مثل ما تشوفون هذه وهذه اللي هي كومبرسر نارس. أما العضلة الأخيرة اللي هي دبرسر سبتاي، depressor safety، depressor safety. إذا عرفنا على هذه الصورة، وتعالوا ندخل هسه شوية ديتيل. النيزل جروب the muscle connect with the nose are as follow. هذه هسه اللي قلنا عليها المصل اللي هي نازلة من فوق ونازلة على النوز على الميدلاين، على الميدلاين البروسس هذه. هذه العضلة اللي هي من فوق اللي هي من جهة الأوربت ومتصلة على جهة النوز اللي هي كورجيتر سوبر سيلياي. زين، تعالوا هسه هذه اللي قلنا عليها الترانسفيرس نيزاليس، وهذه اللي هي كومبرسر اللي هي تكون ماينر، وهذه الأخيرة اللي قلنا عليها الدبرسال سيبتي هذه اللي هي النازلة. تعالوا نشوف، نتكلم على مكونات النوز، المسلز اوف ذا نوز. تعالوا نبدأ برقم واحد اللي هي البروسس. The processus muscle is the pyramid-shaped muscle extending from the lower part of the nasal bone to the middle area of in the forehead between the eyebrows, where it is attached to the frontalis muscle. Its location allows it to pull the skin between eyebrows down. It creates transverse wrinkles around the bridge root of the nose as in frowning. شنو معناها اللي هي العضلة الأولى من عضلات النوز اللي هي البروسس، اللي هي هذه العضلة يسمونها تكون شو تكون؟ تكون عضلة هرمية الشكل، مثل ما شفناها هسه بصورة على شكل هرم تمتد من الجزء السفلي من عظمة الأنف إلى المنطقة الوسطى في الجبهة بين الحاجبين. يعني هي تجيني من الجزء الأسفل من عظمة الأنف إلى المنطقة الوسطى اللي هي بالجبهة بين الحاجبين، حيث تغلق على اليمين، تعلق يعني نقول مو هسه هي من تمتد هنا او تتصل بالفرونتاليس مصل ليها من فوق. هاي ايش راح تسوي لي؟ هاي راح تسمح لي to pull the skin between eyebrow down، يعني راح تسحب الجلد بين الحاجبين من الى الاسفل. وراها شو تسوي لي؟ راح تخلق لي it created تجاعيد، نفس الشيء عرضيه حول اللي هي يسمونها around the bridge، الجسر او روت او اللي هي الأصل أو الجذر مال من مالت الأنف. شو وقت من يكون هاي اللي مرحلة العبوسية، نفس الشيء من يعبس. افتهمتوا هسه قصدي؟ إذا هذه العضلة اللي هي بروسرس اللي هي هرمية الشكل، تعالوا أشو أراويكم مرة ثانية شكلها على شكل هرم. هاي هرمية وتمتد لي منها من الجزء الأسفل وتصعد لي إلى بين الحاجبين إلى الجبهة بين الحاجبين. فهذه شو نسميها العضلة الأولى، وهي عضلة
العضلة الأولى من عضلات الأنف البروسرس. تعالوا نسولف على اليمن على العضلة الثانية من عضلات النوز اللي هي نيزاليس. وشنو معنى هذه النيزاليس؟ The muscle originate in the maxilla insert into the nasal bone. The nasalis muscle is comprised of two parts. من تتكون هاي من اثنين بارت النيزاليس. اما ترانسفيرس بارت تيرمز اللي هي هسه قبل شويه اطلقنا عليها كومبرسر نارس. It compresses the nasal aperture alar part named dilator naris. It dilates the anterior nasal apertures as in deep inspiration. The buccal branch of facial nerve serves the nasalis muscle and many other muscle within face. إذا عرفنا two part من مكونات النيزاليس اللي هي هاي العضلة اللي تنشأ لي تنشأ في الفك العلوي اللي هي الماكزيلا ويتم إدخالها في عظمة الفم. وهذه تتكون من جزئين، الجزء الأول واللي هو الجزء اللي هو نسميه ترانسفيرس بارت العرضي، الجزء العضل العرضي واللي هو وظيفته أن يضغط على اليمن على فتحة الأنف. أما الجزء الثاني وهو الجزء السفلي اللي هو alar part dilated naris اللي هو شو يسوي لي هذا؟ هذا وظيفته أن يوسع الفتحات الأنفية الأمامية اللي هي dilated معناها يوسع anterior nasal aperture. فإحنا هسه افتهمنا ويغذيها البوكال برانش من مال الفيشل نير. إذا عرفنا العضلة الثانية واللي هي النيزاليس واللي هي الترانسفيرس بارت أو هو يسمونه الكومبرسر نارس أو الالار بارت. وإذا نشوفها نرجع أنا كل شوي أرجع لكم الصورة أفضل، اللي هي هاي النيزاليس وهذا الترانسفيرس وهذا اللي تشوفونها هنا هي هاي الالار نيزاليس وهذا شو تكون هي anterior dilated naris وهذه compressor naris. إذا افتهمنا هذه العضلات اللي هي شو نسميها العضلة الثانية من عضلات النوز. إذا خلصنا البروسرس، خلصنا النيزاليس، تعال الفقرة الثالثة أو العضلة الثالثة واللي هي الدبرسر سبتاينا العفو الثالثة اللي هي دبرسر سبتاي نيزال سبتي نيزال. The muscle emerge from incisive fossa. It inserts into both the nasal septum and the alara. It fixes the nasal septum to enable dilatation of anterior nasal aperture by dilator naris as in angle. شنو معنى depressor septi nasi هاي المصل اللي احنا هسه تكلمنا عنها تنشأ هاي العضلة وين؟ العفو قلنا مو هذه العضلة قصدي تنبثق مين من الانسيسيف فوس وراح تنتهي انسيرت او نهايتها تكون وين في بالحاجز بالنيزل سبتم تنتهي بالحاجز اللي هو الانفي. وشنو فائدتها؟ اتفكسد معناها تثبت، راح تثبت او تقوم باصلاح
هذا الحاجز الأنفي اللي هو الموجود الوسطي، هاي وحده. إذن هي فيكس للنيزل سيبتم حتى شو يكون؟ يكون قادر على توسعة enable، قادر والدايليتيشن على توسعة الانتيرير نيزل ابريتشر، فتح الأنف الأمامية بواسطة شني؟ دايليتر نارس. إذن هذه عرفنا وظيفتها أن تقوم لي أو تثبت لي الحاجز الأنفي من خلال توسعة الفتحة الأمامية للأنف. إذن من مكونات النوز اللي هي البروسرس نيزاليس دبرسر سيبتي نيزال، وهذه الصور تكلمنا عنها، واللي هي بين قوسين هذه اللي هي هذه الدبرسر سيبتي اللي هي كومبرسر نارس والدايليتر نارس، ذني يدخل من ضمن المكونات ومع يعني النيزاليس، وهذه البروسرس اللي هي العضلة الرئيسية أو الهرمية. إذن هذه شنو؟ مكونات النوز. صحية شوية الأسماء صعبة، أسماء المصل، بس مجرد نعيدها أكثر من مرة، نكتبها بورقة وقلم مثل ما قلت لكم، شوي شوي راح نحفظها. ما بيها ديتيل هواي، بس أعرف المصل وأعرف شني. إحنا عندنا أكو مصل رئيسيات، ميجر مصل، هي هاي اللي أكثر شيء نركز عليها بالأوريجين بالإنسيرشن بالبلد سبلاي، أما الباقي المصل اللي باقية بس أفهمها وأفهم مكانها وين وشني فائدتها. زين، إذا هسه عرفنا الهيد جروب، عرفنا النوز جروب، عرفنا الأوربيتال جروب. تعالوا هسه راح ندخل بالفقرة الرئيسية وهي الأورال جروب، وهي من أكبر الجروبات اللي موجودة وين؟ على الفيس، اللي هي الأورال جروب. إذا أنا خلصنا رقم واحد هيد جروب، خلصنا رقم اثنين اللي هو الأوربيتال جروب، خلصنا رقم ثلاثة اللي هو النوز جروب، حاليا وصلنا للجروب الرابع واللي هو الجروب الأكبر والأضخم بين الجروبات، اللي هو الجروب اللي هو التابع لفتحة الفم. The muscles in the oral group move the lips and cheek. They include the orbicularis oris and buccinator muscles and lower and upper group of muscles. راح نتكلم عن أول muscle يخص ال oral group اللي هو ال orbicularis oris. من نتكلم نقول orbicularis oris وأهميته، فراح نعرفه أول شيء نقول a ring like muscle that encompasses the lips from mandible and maxilla. The orbicularis oris muscle insert into the tissue of upper and lower lips. The orbicularis oris muscle produce several movement of the mouth which include closing and buckering of the lips. The closing and buckering of the lips can allow you to perform several different actions. هذا شنو معناها؟ هذه العضلة اللي هي المحيطة لفتحة الفم واللي هي تشمل لي الشفة من الفك، تشمل لي من الفك السفلي والفك العلوي، راح تكون راح تدرج لي هذه العضلات في أنسجة وين تتدرج الانسير into the tissue of upper and lower lips، يعني بأنسجة الشفتين راح تنتهي insert الشفة العليا والشفة السفلى، وهذه العضلة الدائرية راح تنتج لي produce حركة several movement of the شنو mouth، يعني عدة حركات المل للفم. هاي الحركات ايش تتضمن؟ تتضمن closing يعني غلق، buckering of the lips معناه تجعيد الشفة، the closing يعني غلق وتجعيد هذه الشفة قد يسمح لي شنو يعني بإداء العديد من الحركات المختلفة أو الفعاليات المختلفة.
زين اذا نتكلم على الابلايد اناتومي ذا باراليسيس اوف ذا فيرست هالف اوف اوربيكولاريس اوريس بريفنت ذا كوركت كلوز اوف ليبس اون ذا سايد ذس ذا ادرس از سليرد اند ذا سبايت اسكيب بتوين ذا ليبس ات ذا انجل اوف ذا ماوث الدريبلينج اوف ذا سبيت سبايت from the angle of the mouth. يعني شنو من أقول applied anatomy؟ يعني شنو اللي خلينا نقول التطبيق التشريح لهذه العضلة بالخصوص؟ فإن إذا حدث شلل نصفي يعني first half بالنصف الأول من الأوربيكولاريس أوريس شلل نصفي راح يؤدي هذا شنو راح يمنع الكوركت كلوز ما راح ينغلق الشفه ما راح تنسد راح يمنع لاغلاق الشفه بالصوره الصحيحه بهذا السايد بهذا الجانب وهذا راح شو يسوي لي راح يسوي لي تشويش ويهرب لي من اقول واحد يريد يبصق او يهرب لي هذا البصاق بين الشفه بزاويه الفم اللي هي المفتوحه فهذا هو دور هذا المصل وأهميته إذا عرفت أنا شنو هي الأوربيكولاريس أوريس وين موجودة هذا شنو رقم واحد أما رقم اثنين من نتكلم عن من هسه راح نتكلم عن الباكسينيتر وهذا الباكسينيتر تعتبر من العضلات الكبيرة والمهمة أيضا تعالوا ندخل بتفاصيلها الباكسينيتر بوغلر مسلس ترمبتر مسلس is a muscle of the cheek الأوريجين هذه مهمة من نقول باكسينيتر مهمة الأوريجين من جايتنا من المجزلة من الماندبل and deep to the mandible along the pterygomandibular raphe أما الانسيرشن attached to the orbicularis oris and the fibers from the deep portion of the lips. الاكشن قبل لا ندخل بالاكشن هذه المصل اللي هي يسمونها مصل التشيك اللي هي مصل المسؤولة على الخدود عضلة الخد فالأوريجن مالتها تجيني من الفك اللي هي المكزلة من الفك العلوي والفك السفلي وايضا تدخل ديب مين تجيني من الماندبل اما على طول التريجو ماندبل الرافي اما الانسيرشن تنتهي وين اتاش تو اوربيكولاريس اوريس تتصل بالاوربيكولاريس اوريس اللي هي هذه العضله اللي تحيط فتحه الفم زين شنو الاكشن شنو فائدتها فعاليات هذا المصل رقم واحد compresses the cheek اللي هي راح تسوي لي تضغط لي الخدود flattens cheek against gum and teeth راح يسطح هذا الخد علي من على اللثة والأسنان puffing of mouth نقدر يعني معناها نفخ الفم أو forceful expulsion of air from the cheeks whistling اللي هي شنو معناها طرد الهواء بقوة من الخدين يعني راح اسوي له forceful بصورة قوية بس طرد الهواء من الخد هاي وظيفة الباكسينيتر الانيرفيشن منو اللي يزودها من الاعصاب او من النيرفات البوكل برانش او فيشل نيرف اللي هو اللي يعتبر النيرف السابع ومن النيرف يجيني البوكل برانش اما البلس سبلاي من يزودها برانشز اذا يزودها كبلس سبلاي من الفيشل ارتري وكنيرف سبلاي ايضا من الفيشل بس يا برانش من الفيشل اللي هو البوكل برانش اما الابلايد اناتومي If the proximator muscle is paralyzed يعني إذا انصابت بالشلل هذه العضلة as it happened in facial palsy من يصير هذا الشلل
اللي هي من يحدث الشلل اللي هو فيشل بالسي. ذا فود كولكتد ان فيستيبيول، راح يتجمع هذا الاكل وين؟ بالفيستيبيول اوف ذا ماوث، وراح يؤدي لمن؟ during mastication، خلال mastication خلال المضغ. and the man cannot be plow his cheek، ومعناها اذا صارت عندي وجمعها معناها ما راح يقدر ان ينفخ شنو ينفخ خده. اذا هذه المنطقه اللي او هي العضله اللي نسميها البوكسينيتر، وتعتبر من العضلات المهمه. فاذا انا عرفت عندي اوربيكولاريس اورس ايضا هم مهمه، والاهم البوكسينيتر كنتعرف عليها كاوريجين كانسيرشن كاكشن كنيرف سبلاي بلس سبلاي ابلايد اناتومي. تعال نشوف هذه مو احنا قلنا عليها الاوربيكولاريس اورس، واللي هي هاي سوبرياريس معناها اللي فوق، انفيريارس معناها اللي جوا. اما البوكسينيتر مصل هذه هي هاي البوكسينيتر مصل، اذا تشوفونها هي هاي البوكسينيتر مصل. اما نتكلم على الابر جروب اوف اورال مسلز، رقم واحد ليفيتر لابي سوبرياريس اليكيونيزاي. The muscle is attached to the upper frontal process of maxilla and insert into the skin of lateral part of nostril and upper lip. It elevates the upper lip and help to dilate the nostril. إذا معناها هاي العضلة اللي هي متصلة بالأبر فرونتال بروسيس، أي بالفك العلوي من المكزلة، and insert وين؟ تنتهي لي بالسكين أوف لاترال بارت بالنوسترل على الجانب. وشنو فائدتها؟ راح ترفع لي أو elevated الأبر الشفة العليا. إذا هذه رقم واحد. رقم اثنين ليفاتر لابي سوبرياريس. It is a shape. It is shaped like a broad, broad flat sheet that start next to the nose and extend to the zygomatic bone, which is more commonly referred to as the cheek bone. It elevates upper lip dilator to the upper lip. وهذه العضلة عبارة عن شكل، خلينا نقول شلون، مثل الورقية أو ورقة عريضة مسطحة، وتكون تبدأ بجوار الأنف وتمتد to the zygomatic bone. وهذا شنو وظيفتها؟ elevated للأبر لب، ترفع للشفة العليا، أي الموسع علما إلى الشفة العليا. تعالوا نشوف رقم ثلاثة levator anguli oris. There are two levator anguli oris muscle, each located symmetrically on either side of the mouth. When the two work in unison, the concern of the mouth move upward. It is located deep to levator labi superioris. It lifts the angle of the mouth. It helps the face for one of the most universally known expression, the smile. إذا هذه العضلة بها نوعين من العضلات اللي نقول عليها يسمونها الليفيتر الرافعة. كل منهم وين تقع؟ بشكل متماثل symmetrically، يعني على جانبي الفم. وعندما يعمل الاثنان يونيسون، يعني بانسجام بصورة متناسقة، راح تتحرك زوايا الفم upward move upward إلى الأعلى. هذه العضلة تقع بصورة ديب عميقة المن جوا الليفيتر الليفيتر لابي سوبرياريس. وش راح تسوي؟ it lift the angle of the mouth، راح يرفع زاوية الفم ويساعد الوجه على تشكيل
واحدة من معظم التعبيرات المعروفة مثل الابتسامة، أي التعبيرات الشائعة اللي هي المسؤول عن من؟ عن السمايل. إذن هذه رقم 3. أما رقم 4 راح ندخل بالزايغوماتيك. شنو؟ زايغوماتيك ماينر. وهذه الزايغوماتيك ماينر It is a slender band of muscle on each side of the face arising from zygomatic bone. The muscle attach at the top of the cheek below each eye and extend diagonally down and to the outside of each end of the upper lip. It elevate upper lip dilator to upper lip. The zygomatic and buccal branch of facial nerve innervate the zygomatic minor. The facial artery supply blood to the muscle. نفس الكلام، انا مجرد اللي اريده منكم تعرفون اني اقول لك زايغوماتيك ماينر وين، زايغوماتيك ميجر وين، وراح ناخذ فكره هي عباره عن سلندر باند من هاي العضله اللي هي نشوفها على شكل موجوده on each side of the face، ومنشأها من الزايغوماتيك بون، وتكون تتصل باعلى الخد below each eye اسفل العين يعني، وراح تمتد الى الاسفل outside to each in upper lip. وين شنو فائدتها؟ راح ترفع لنفس الشيء الشفه العليا. واللي راح يغذيها كانيرفيشن يعني كنيرف، اما الزايغوماتيك اند بوكال برانش من الفيشل، او اذا بلس الله ايضا الفيشل ارتري هو اللي راح يغذيها. اما الزايغوماتيك ميجر، the zygomatic major muscle starts as the cheekbone and extends to the corner of the mouth. The muscle causes the corner of person mouth to rise when they smile. It pulls the angle of the mouth upward and laterally dilator to upper lip. Short zygomaticus major muscle cause dimples to form. فنفس الشيء راح نقول هاي نفس العضله اللي قبل شوي هم تكلمنا، هم تجينا من عضلات، وهاي تمتد المن تتصل وين تروح، او هاي بالكورنر بزاويه الماوث الانسيرشن مالتها. هذه العضله تسوي شو؟ تسبب لي ارتفاع بالزوايا الفم، ارتفاع ترفع لي زوايا الفم اثناء الضحك، يعني من واحد يبتسم او يضحك زين. فهذه العضلة إذا كانت عندي short zygomatic major راح تكون لي هاي الدمبلز to form، اللي هي هاي تشكيل هاي الغمازات اللي يصير اللي بالخدود، هاي الغمازة اللي تتكون بالخدود شو وقت من تقصر هاي العضلة عندي. فالشورت zygomatic تكس major muscle قد تسبب لي هذه الغمازات اللي يصير بالخدود. إذا أما رقم 6 الرايزورس، The rhizores begin around the parotid gland, salivary gland in the back of the jaw and drops around the platysma muscle, then continue to the skin of the corner of the mouth where it ends. The facial nerve is directly connected to rhizoros muscle. It retracts the angle of the mouth softly as in grinding or inserts smile. هذه العضلة رايزورس، شنو هاي العضلة اللي راح نتكلم عليها العضلة السادسة؟ ايش راح تكون؟ راح تكون تبدأ حوالين شني around حول الباروتيد جلاند، هاي الغدد اللعابية، والسليفري جلاند in the back of the jaw، وبعد وراب the around the بلاتزمة، وحول عضلة هاي البلاتزمة اللي عضلة اللي تغطي لي الرقبة، وراح تستمر إلى الخلف إلى الجلد في وايضا تستمر وتروح الى الجلد اللي هو موجود بزاويه الماوث. اذا معناها هاي العضله هي تبدي حوالين الباروتيد، حوالين السليبري،
او ايضا الراوند بلاتزما وتنتهي لي وين وتستمر لحد الاسكين وين بزوايا الماوث الفم. ويرتبط العصب الوجهي بها مباشرة وين بالعضلة مباشرة وممكن هذه ريتراكتد للانجل هاي زاوية ممكن ان تنسحب بهدوء شوكت بحالة الابتسام اللي هي الجرايندينج او بحالة ان سنسري سمايل او بحالة نقدر نقول عليها اشبه شلون بالابتسامة الصادقة. اذا هذه العضلة افتهمناها. اذا هاي رقم 6 من نجي نقول الابر اورال ابر جروب اوف اورال مصل عندي 6 عضلات ليفيتر لابي سوبرياريس الكيونا نيزاي نمبر 2 ليفيتر لابي سوبرياريس نمبر 3 ليفيتر انجولي اوريس ونمبر 4 زايغوماتيكاس ماينر نمبر 5 زايغوماتيكاس ميجر ونمبر 6 اللي ريزوريس. اما اللور جروب اوف ذا اورال مسل راح نتكلم على الديبرسال لابي انفيرياليس، احنا قبل شويه مو سوبرياليس هسه انفيرياليس، والنقطه الثامنه ديبرسال انجولي اوريس، والاخيره اللي هي المينتاليس. فمن نجي نقول ديبرسال لابي انفيرياليس اللي هي originate from oblique line of the mandible and insert into the skin of the lower lip and blends with the orbicularis oris muscle. It pulls the lower lip downward and somewhat laterally. فهذه راح تكون تنشأ من الخط المائل للفك السفلي وتدخل وين هذه انسيرت بالجلد مال من مال الشفة السفلى وراح شني بلين with orbicularis oris وراح تمتزج مع عضلة هاي الفم اللي العضلة اللي تحيط بالفم وتسحب للشفة السفلية المن إلى الأسفل وإلى حد ما تكون على شكل جانبي. إذا عرفنا شنو معنى الدبرسر لابي انفيرياريس أما الدبرسر أنجولي أوريس واللي هي راح تكون the depressor anguli oris muscle is attached to the mandible. It ends at orbicularis oris. It is attached at the edge of the lips. The depressor anguli oris muscle associated with a frowning as it works to pull down the edge of the lip. It pulls the angle of the mouth downward and laterally. وأيضا هاي العضلة راح ترتبط اتاتشت للبيمة بالماندبل بالفك السفلي وتنتهي لي الانسيرشن مالتها بالاوربيكولاريس اوريس ان شني اتاتش نفس الشيء وهذا شنو اسوشيتد الها هذه العضله شبيها ترتبط هذه العضله الخافضه المن تكون المن هذه خافض المن الخافضه للتعب لانها تعمل على شنو شو تسوي هاي على بول داون ايج راح مثل نقول عليها تهدم لي بول داون حواف شني حوافل الشفاه فراح شو تسوي لي هاي تسحب لي بول ذا انجل زوايا الماوث داونورد الى الاسفل اند جانبيا ولاترالي. أما العضلة الأخيرة واللي هي المينتاليس اللي هي المينتاليس muscle a muscle that arises from mandible just inferior to incisor teeth and help position the lip during drinking from a cup. It rises and protrudes the lower lip as it wrinkles the skin on the chin. It puckers the chin and protrude
the lower lip. شنو معناها هذه العضلة الأخيرة اللي تنشأ أيضا من الفك السفلي وتكون أسفل الأسنان، هاي الانسيزر تيث القاطعة، وش راح تساعد لي على وضع هي البوزيشن، هاي الشفة ممكن هاي تساعدني أو تسند لي على وضع الشفة أثناء من نشرب من الكوب أو من الجلاس، خوش درينكينج فروم أكاب، وتكون راح شو تسوي لي هذه، ترفع وتبرز الشفة السفلية، هاي وحدة، كما انها شنو ايضا اصعد تجعد لي تجاعيد جلد الذقن، تسوي لي التجاعيد ايضا، هم مسؤولة عن التجاعيد انها تجعد شنو الذقن وتبرز لي الشفة السفلى. اذا هذا شنو نسميها المنتاليس مصل. هذه التفاصيل اللي حكيناها، المحاضرة شوية تحسونها تدوخ لأن بيها أعداد كبيرة من المسلز، بس احنا ناخذ فكرة عليها وعلى فائدة كل مسل، بس بعدين راح نكتب الخلاصة بصورة عامة لهذه العضلات اللي موجودة. تعالوا نشوف الصور حتى شوية تظل ببالنا. تعالوا إذا شفنا هسه هذه الصورة الأولى، نكبر لكم شوية الصورة. تعالوا هسه هذه العضلة الجانبية اللي فوق العين فوق الأوربت وتكون على الميد لاين، هذه قلنا الكورجيتر سوبر سيلاي، خوش هاي وحدة، وهذا العضلة اللي تحيط لي الأوربت، إذا شو نقول عليها؟ راح نقول عليها أوربيكولاريس أوكولي. زين، هذه العضلة الفوق قلنا عليها الفرونتاليس. زين، هذه العضلة قلنا من العضلات المهمة اللي هي بالنوز البروسرس. هذه العضلة اللي هي الجانبية اللي منها ومنها الليفيتر لابي سوبرياريس. تعالوا هنا نشوف العضلات اللي هي هاي الزايجوماتيك ماينر، هذه الزايجوماتيك ميجر، وهذه الليفيتر لابي سوبرياريس، هذه الاوربيكولاريس اورس، هذه العضلة يسمونها الماستر الماضغة، أما العضلة اللي طالعة باتجاه الماوث اللي هي الرايزورس، وهذه العضلة اللي نازلة الدبرسر انجولي اورس، أما العضلات اللي هي هاي المنتاليس اللي جوا نازلة كلش المنتاليس، وأما هذه دبرسر لابي انفيريارس. تعالوا ندخل شوية بعد أوسع بهاي الصور ومرقمة، هذه خنزغرها شوية، نزغرها لكم. تعالوا نشوف من نجي نباوع، رقم واحد هذا الأوربيكولاريس أوكولي خلصناه، رقم اثنين اللي تمشي على الجانب ليفيتر لابي سوبرياريس الكيونيزاي، هذا رقم اثنين، أما رقم ثلاثة ليفيتر لابي سوبرياريس، ليفيتر لابي سوبرياريس ثلاثة. زين، رقم أربعة اللي هي صايرة هنا جوه اللي هي ليفيتر أنجولي أورس، أما رقم خمسة، خمسة زايجوماتيك ميجر، ستة زايجوماتيك ماينر، سبعة اللي هي هذا الدبرسر لابي انفيرياريس، وتسعة المنتاليس، ثمانية الدبرسر لابي انفيرياريس، وعشرة هذه عشرة العضلة الماسكة ويا الماوث ريزورس، أما البوكسينيتر اللي هي العضلة رقم 11 هذه اللي هنا اللي تجيني منها، ومنها هذه شو نسميها 11، شوف هاي منها ومنها نسميها البوكسينيتر. مجرد احنا هسه بس نحفظ الأسماء ناخذ فكرة ونركز على الشغلات المهمة.
اما اذا خلصنا هيد جروب، اوربيتال جروب، نوز جروب، اورال جروب، اما الجروب الاخير واللي هو النيك جروب واللي هي العضله الاخيره اللي بلاتزما، اللي هي مثل ما تشاهدون هذه العضله الكبيره. It is expansive in the size with the broad width that span the clavicle and the side of the neck. It originates from the upper portion of the pectoral or chest and the deltoid or shoulder. The muscle narrow in the size once it reaches the neck, extending upward the mandible. It depresses the mandible and pulse angle of the mouth downward in horror or surprise. إذا أنا عرفت العضلة هذه اللي هي العضلة الكبيرة والواسعة اللي هي ممتدة من جايتني من عظمة الكلافيكل، من جهة السايد اوف ذا نيك، اوريجينيت من الابر بورشن اوف بيكتورال ار تشيست، من العضلات البيكتورال مسل، من التشيست اند ديلتويد اور شولدر، وهاي المسل ترسم لي سايز اند ريتش اوف ذا نيك وتمتد ابورد الى ان توصل للماندبل. وراح تشني هذه الدبرس تماندبل اند وتسحب للانجل زاويه الماوث الى داونورد في حالات الرعب وفي حالات المفاجئه. فهذه وظيفه البلاتزما. اما الكلينيكال تيستينج وهذه جدا مهمه، كلينيكال تيستينج اوف ذا مسل اوف فيشال اكسبريشن. تعال انطيني الاختبارات السريرية clinical testing لهذه العضلات لتعابير الوجه. قلنا الفرونتاليس، شلون انا الفرونتاليس اسوي لها clinical testing؟ انا شو اسوي؟ شو اقول للمريض؟ اطلب by requesting، اطلب من المريض to look upward without moving his head and after that look horizontal wrinkles on the brow. إذا أنا بهيج حالة أطلب من المريض بأن ينظر إلى الأعلى دون تحريك الرأس. قل له باوع لي فوق ولا تحرك رأسك، بس وباوع لي فوق. أنت تلقائيا راح تشوف التجاعيد الأفقية اللي موجودة على الحاجب من فوق. إذا هاي شو نقول عليها؟ هاي من تأثيرات الفرونتاليس مصل. إذا نجي نقول تعال نشوف العضلة الثانية كوريجيتر supercilii by requesting the patient to frown and after that look for vertical wrinkle between the both of eyebrow. ايش راح اطلب؟ اطلب من المريض ان يعبس وبعد ذلك راح ابحث انا اقول له عبس، يعني شلون هيك يغفل عيونه يعبس يضوج عبس. من راح يعبس؟ راح اباوع بين الكفوف بين الحواجب، اباوع بين الحاجبين، راح اشوف التجاعيد. بس تكون تجاعيد عموديه. خلصنا اثنين. ثلاثه اوربيكولاريس اوكولي باي ريكويستنج ذا بيشنت تو شوت ذا اي كلوزلي. اقول له تعال سد اغلق عينيك بقوه. اذا راح تظهر لي تعابير الاوربيكولاريس اوكولي. اما الاوربيكولاريس اوريس باي ريكويستنج ذا بيشنت تو ذا ويستر، من خلال مطالبتي ايش راح اسوي؟ الاوربيكولاريس اوريس راح اقول له اطلب من المريض ان شني، يعني شلون يصفر مثل الصفاره، اطلب طلب صافره المريض يعني يصفر لي، فراح تظهر لي تعابير الاوربيكولاريس اوريس. اما الدايليتر اوف ذا ماوث شلون اوسعه؟ باي ريكويستنج ذا بيشنت تو ريفيل هيز تيث. شلون هاي موسعات يعني للفم؟ من خلال مطالبه المريض شني؟ او شلون اوسعه؟ اخلي يسوي لي دايليتد للماوث شني؟ شلون هذا؟ باي اطلب من البيشنت، شو اطلب منه؟ ان يكشف لي اسنانه. Reveal the teeth. أما الأخيرة البوكسينيتر muscle requesting the patient to smoke his mouth and after that blow out the air powerfully. إذن هنا البوكسينيتر أطلب للمريض أن يدخن عن طريق الفم وبعد ذلك يفجر الهواء أو يطلع بقوة.
هاي شنو يصير تعابير، تعابير البوكسينيتر البوكسينيت. اما زيجوماتيك كاس ميجر اطلب من البيشنت تو لاف ان يضحك، اما الرايزورس باي ريكويستينج ذا بيشنت تو سمايل سوفتلي ان يضحك بس شنو او يبتسم بس بهدوء. فعرفنا طلابنا الاعزاء شنو الكلينيكال تيستينج اللي هي الاختبارات السريريه لعضلات تعابير الوجه، وكل حركه راح اعرفها من مجرد ان اشوف المريض او اشوف الشخص المعني من حركه تعابير وجهه اعرف العضله الفلانيه المسؤوله عن هذا التعبير. فان شاء الله قدرنا ان نوصل لكم قدر الامكان شويه معلومات هي بسيطه، وراح نتكلم عليها أيضا بالعملي. للي عنده أي سؤال أو استفسار إن شاء الله راح نجاوبكم، بس هي شوية محاضرة شوية بها صعوبة بكلمات شوية بتعابيرها بتعابير المسلز ومصطلحات جديدة، بس بالاستمرار مرة مرتين تنعاد المحاضرة تسهل عليكم إن شاء الله. أمنياتي لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.